خدنا ده احنا فصيله الدم فصيله الدم مفيش سله او كيس او اي حاجه او قبعة حتى هاتوا في كوبايه شاي هنا الله ورا هات يا حمار بس الحاجات بتاعه الدم لا انت بتصور دي احنا هنرميها خدنا الدم وخلاص بص يا شباب ده هنلاقي عليه انتي دي انتي دي انتي دي بتاع الار اتش خلاص عندنا كمان ده مكتوب عليه انتي بي انتي بي اللي هو فيه انتي بي انتي بادز يعني لو فيه انتيجين بي يعمل معاه جلوتينيشن والازرق ده انتي ايه خلاص احنا بنحط نقطه من انتي ايه يعني احنا عايزين نشوف فصيله الدم عبد الله عبد العزيز احنا دلوقتي خدنا نقطه دم احنا هنحط عليها نقطه من ايه انتي ايه انتي ايه خلاص ونقطه تانية من انتي بي الاصفر ده انتي بي هو ده بس عشان يعني يتميز طبعا عشان حتى لو الورقه دي مش موجوده انا عارف ان الازرق ده انتي ايه كده الشيء سائد معروف معروف ده انتي ايه وانتي بي واللي هو الابيض ده انتي دي بتاع الايه الار اتش عشان تميزهم من بعض نعم لا لا احنا ده يا شباب ده اللانسيت عشان اللي عايز يشوف فصيله دمه ده اللانسيت دي اللي هي الايه اللانسيت دي اللي هي الابر خلاص بتيجي تعمل ايه دي لوحدها كده بتعملها ميكسينج قربوا يا شباب قربوا الناس اللي بعيده دي يعني شايفه ايه خلاص هات خلص المحاضره ما يبديك تشوفوا بقناك تاسرجه عملنا نقطه من انتي وانتي بي وانتي دي واخد بالك لانسيت كل لانسيت كل واحده كل نقطه من دول اعمل لها ميكسينج لوحدها ما ينفعش بنفس اللانسيت قربوا يا شباب ما ينفعش من نفس الايه اللانسيت خلاص ودي شو الدم لسه ما احنا هنشوف فصيله الدم وايه ما اتعلمنا شايف لو نتصدقين ولا ما نعرف ما ينفعش نخلطهم ببعض ها كل نقطه لوحدها على حده اهي طيب دكتور انت دي حقت ايش هذه الاو ارج انت ايه انت بي انت دي احنا المفروض يبقى معانا ماركر واخد بالك نكتب على دي ايه ودي بي ودي ايه دي يعني دي مين اللي بيقول سي في فصيله الدم سي دي بتاعت الار اتش صح علينا في انتيجين فوق حقات الاي والبي وفي تحت عضو ثبوت والنيجاتيف تميز اما يجينا الاوزبي واخدين بالكم في الار في البلاد جروب هبقى عايزكم تذاكروا المحاضره بتاعه البلاد جروب لان انا مش هسالكم انا هسالكم مثلا الراجل ده فصيلته دمه ايه هتقول لي مثلا ايه ينفع ياخد من مين ينفع يدي لمين الانتيجين عليه البلازما بتاعته واخد بالك يبقى لازم نذاكر الايه المحاضره بتاعته تمام مو تطبيق عملي هنخليها كده شويه نعم مو تطبيق عملي لا ما تطبيق عملي اهو لا اما نيجي بقى نسال ايه التطبيق العملي يعني اقول لك اعملها انا مش اقول لك اعملها فخلاص اسال عليها خلاص انت هتقول لي على فصيله الدم مسات المفروض بنسيبها يا شباب دقيقتين كده ثلاثه مش يصير يحصل اجلوتينيشن يعني مبين بالعين يبين بالعين ولو انت شاكك في اجلوتينيشن الار اتش بدا فيها اجلوتينيشن اهي تشوفها تحت الميكروسكوب خلاص يعني انت بس هو طبعا الار اتش حصل فيها اجلوتينيشن خلاص ولو ما حصلش اجلوتينيشن في هنا وهنا يبقى فصيله الدم ايه ما عملش اجلوتينيشن ولا مع الانتي ايه ولا مع الانتي بي يبقى ما فيش على السيرفس بتاع الار بي سيز بتاعته يا شباب اللي ورا ما يتكلموش اللي ورا طيب يقربوا كده تعالوا كده حد يشيل قدامي البتاع دي عشان نخليها دايره عشان الناس تيجي من اوعى شباب اوعى شباب واسع ولا تروح عشان يصبك
كده حد عايز يشوف فصيلة الدم يا شباب؟ تركي لا والله هذا تركي ما يعرف فصيلة الدم يا دكتور. انا ما انا بلس بس ما ماشي. احنا هنعمل هنعمل واحد ولا عايز يعمل يعمل بقى بعد كده خلاص. بص بقى هناك ما تبصش عشان الشكة مالك انا بفتح خرفان. بس يا شباب فين الكيس يا شباب؟ كيس عشان المفروض الدم احنا ما بين ايه اخذنا نقطة. امسح بقى بالمنديل. بص يا شباب ايه احنا اتفقنا هنحط ايه. ايه بص يا شباب الناس اللي بتتكلم ما تتكلمش. احط حنكة. هذا انت ايه. انت ايه. وبعدي انت ايه. بي بي. احفظ الايه. انا نقطة نقطتين يعني مش هتفرق. وانت دي. ونعمل لهم ميكسينج. نعم؟ أو يا شباب اللي تعال أوائل هنا أوائل. أخذ هذا البيت الجنة. فين الكيس؟ الكيس دي ما فيها كلام بس الوش باحتمال لك هي. رجل عطيته حلو. واحنا المفروض بنعملها باللي هي بالتوسبيك بتاعت خلة السنان دي عارفينها؟ خلة السنان دي يعني عشان ما نستخدمش لانسيتس كتير. المفروض انت بيبقى قدامك علبة كده وايه؟ لا قلها يا رجل. سريع. لا غلط براسي ايش قلت انا؟ خلص وقال انا خايف من الطلاب اللي بره من راح مثلا للاربعاء. قلت الاسبوع هذا دبل الساعه 8 بدل المحاضره ساعتين خلى الله ساعه. ولا افتكرت ايام خلي المسكت ماشي. الايه السار يا شباب اما نعمل تجربه اسمها سرعه الترسيب. ايه السار؟ اختصار كلمه اريثروسايت سيديمنتيشن ريت. سيديمنتيشن يعني ترسيب. يعني انت بعد ما بتجمع البلاط واخدين بالكم الدم ب ب ب ب باخد من الراجل اللي انا عايز اعمل عليه ايه السار اعمل له ايه السار ده باخد منه عين الدم حوالي 2 ملي خلاص واحط عليها نص ملي من الانتي كواجولانت دي اسمها وستر جرين تيوب. يا شباب احمد تعالوا هنا تعالوا انتوا واقفين ليه كده بعيد؟ لا اهو دي اسمها وستر جرين تيوب. اسمها ايه؟ وستر جرين تيوب. وستر جرين تيوب دي يا شباب مدرجه من 0 ل 200 مليمتر. 200 ملي يعني ايه 20 سنتي. التدريج بتاعها 20 سنتي. مدرج من فوق هنا 0 10 20 30 لغايه 200 خلاص. اسمها وستر جرين خلاص. احنا بعد كده الراجل اللي احنا عايزين ناخد منه الدم ده خلاص هنعمل له ايه السار؟ هنملاها تسحب دكتور كي شوفت كي هبس يمكننا بريثم عادي دكتور خلك حذر يعني عشان تفقع في الدائرة هذا خلها ما نوصل في دم يعني سر دركة ولا دكتور لها جهاز ولا بريثم للدم في لها جهاز كذا طبيعي كذا أسرع على الجهاز طبعا الطريقه دي قديمه مش هي دي مش هي الانابيب يعني خلاص. الدم يا شباب بنخليه لغايه الزيرو. احنا بنخليه لغايه الايه الزيرو. صعب راح يتبرع يا شباب. اشفق بعد يا دكتور بعد 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 ايوه ايوه خلاص لغايه الزيرو. لازم يبقى الدم لغايه الايه الزيرو. الزيرو وبعد ما عملنا الدم هنحطها كده على ده اسمه راك. ده اسمه ايه؟ راك. حطها جامد كده عشان ما ينزلش الدم. وطبعا الراكات اللي في المعمل هنا تعبانه. كل شيء تعبان. خلاص؟ دي اسمها وستر جرين ايه؟
تيوب وستر جرين تيوب، يعني هي المفروض مش مش يعني مش مش ماسكه مش فيكسيشن قوي خلاص، فهتبدا تسرب دم اهي ماشي. مش المفروض الكلام ده يحصل. الدكتور الجهاز سنه تعبان فيها اجهزه، لا في اجهزه احدث من كده. مش يعني كليه عندكم 10,000 واحد من دول ماشي. الحديث مش كده، الحديث انت بتلمهم في كوليكتور كده يعني زي ازازه صغيره، وتيجي حاطط الانبوبه كده، ما بتقعدش تحط الانبوبه، يعني هي بتبقى كاليبريتد انبوبه كده، كاليبريتد 2.5. اول ما تحط فيها الانبوبه ترفعها لغايه الزيرو ماشي، فهي مش عندكم ده، هي دي اللي عندنا دي بتاعه الاي اس ار. هذا معصل حتري يا شباب. هذا دكتور ليش التيوب هذا؟ ما احنا سرعه الترسيب، يعني سرعه الترسيب دي يعني ايه هنقول دلوقتي، بس احنا عايزين نعرف الشكل التجربه بتتعمل ازاي. خلاص الانبوب ينفع طبعا اسمها مهم، ويستر جرين ايه تيوب، ويستر جرين تيوب الاسم يعني. لا الاسم مش هيجي في الاختبار، بس انا بعرفه يعني، ما فيش حد ما يبقاش عارف الاسم. ال اي بقى اسم خلاص يا شباب. طيب صار الانتونيشن شكل دم بدأ يصيع في شيء برازيل دم في شيء يكون وانا مسافر. يمكن او يا اخي خليها، ما ممكن ما حصلش اجلوتينيشن في ولا واحده يعني الثلاثه ما حصلش فيهم اجلوتينيشن، يبقى ايه حصلته؟ ايه او ايه موجب؟ لا موجب ايه؟ موجب هيعمل اجلوتينيشن مع الايه؟ مع بالرخصه هتوش مع ار ار اتش موجب او موجب؟ لا 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 المفروض صدق بالرخصه بي هذا بالرخصة غلطانين ترى ممكن هم عادي انت ايه حط لك بي ما في زود ممكن تكون الدم كان كتير على الايه هذا صحيح انا حطيت وانا رهيبين يعني خربانة خربانة نسوي حادث ومنتهي معه دكتور. النقطة تحت ترى النقطة تحت تحت اللي تحت النقطة شو هذا A وهذا B وهذا D وحصل اجلوتينيشن في الـ RH اهي، بس الـ NTA والـ NTB هنشوف ما حصلش والله عشان الدم كثير ممكن يبقى الدم كثير شوي او يمكن عشان خدناه من السرنجه، وانت المفروض تاخد نقطه بسيطه من شكه الصباع يعني احنا خدناها عشان ايه. طب والثاني؟ طيب الازرق عشان تشوف الاثنين الازرق ايه؟ عشان تشوف الازرق هيبان برضه. اصبر اسمع تسمع اشتري عشان تسمع عبى الاوراق اللي معك هي اوراق عبيت خلصت اي عبيت خلصت والله انك بعبيها لكن سالفه التهديد يتنفونها يا ما اعطيكم درجات والله ما اصير ايش النظام الخايس هم يا رجال نظام تاخذ ابتدائي وش حسب يا شباب الترابيزه الترابيزه هذا الحين ماسك الحوض ركز 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 دم حدمنا دم يا ضعيف تقي الحين لو صار تجلط يعني هو حقه ولا إذا صار تجلط مو حقه حقه إذا صار تجلط شوف أحنا مو في على ممبرين في الانتيبادي هو يقولك أنتي
مثلا اللي على لا تفاعل يعني موجود الاي يعني موجود نسجل العلب بدا يعمل اي يا رجل اللي ضيع شايفين دي بدا يحصل فيها جلوتينيشن يعني هذا بس يا شباب بس يا شباب بي حصل جلوتينيشن مع انتي بي ما هو انتي بي هو عمل جلوتينيشن مسك في في بي يعني انا لما احط انتي بي ويحصل اجلوتينيشن يبقى كان على الممبرين بي صح لو عمل اجلوتينيشن مع انتي اي يبقى على السيرفيس اي لو عمل اجلوتينيشن مع انتي دي يبقى عمل اجلوتينيشن مع الدي يبقى الراجل ده بوزيتيف عملش اجلوتينيشن يبقى نيجاتيف يعني اللي تعمل اجلوتينيشن مع اي يبقى ده بوزيتيف لايه عمل اجلوتينيشن مع انتي بي يبقى بوزيتيف لبي عمل اجلوتينيشن مع دي يبقى بوزيتيف لايه ده الار اتش ايه دي حصل فيها جلوتينيشن يا شباب جلوتينيشن ضعيف هنستنى شويه هيقوى خلاص غير اللون يعني يا دكتور لا عمل كده عمل زي حبات الرمله كده حبات الرمله لان الانتي بودي انتي بودي احنا عارفين الانتي بودي كم مير يا رجال يا شباب انا مش بتكلم لا تسمعوا ولا تطلعوا بره يا شباب احنا دلوقتي بنتكلم على اللي انتوا عارفين الانتي بودي كم مير بنتا ميريك لا خمسة فبيمسك كل واحدة من دول فيها ليها المكان ان هي تمسك الايه الانتجين بتاع الار بي سيز فهو انت شبه حرف الواي احنا عارفين وبنتا ميريك خمسة كل واحد من دول من الحرف اليو ده من الرؤوس بتاعها بتتجمع عليه ار بي سيز فبيعمل حاجة اسمها كلامبي خلاص ده هو معنى الاجلوتينيشن فالاجلوتينيشن بسبب تجمعهم على اهو بصوا بعدوا الاضاءه بس كده شويه يا رجل ما ادش ايوه ماشي شايفين اجلوتينيشن شايفين دي عملت حبابت ازاي ها ودي حبابت برضو كده خلاص ما بقتش هوموجينوس الراجل ده بي بوزيتيف خلاص دي هوموجينوس اهي هوموجينوس ها بي بوزيتيف الار اتش اهي دي الاي والبي والدي عملت اهي حبوب عملت اهي شايفين شايفين اللي حببت كده دي تبقى بوزيتيف وده ما حببتني افتح يا ابو عزيز افتح الكيس ده خلي اشوف يا دكتور ثواني واحنا هنعملها تاني انتوا هتعملوها لنفسكم دكتور اذا ما حببت يعني نيجاتيف بصوا يا شباب يا دي الاثنين عملوا على بعض يعني لغايه ما نعيدها تاني لعبد العزيز دي انا اعتبر ان هي مفيش هي دي بدا يحصل فيها اجلوتينيشن لو دي ما حصلش اجلوتينيشن ودي ما حصلش اجلوتينيشن ودي حصل فيها اجلوتينيشن يبقى هو بوزيتيف ماشي واحنا عارفين ان 40% من الناس او فعادي ان انت تلاقي ناس كتير فصيله اهو يلا نقعد يا شباب عايزين بس اقول لكم حاجه ان احنا ليه الصغار ده اسمه إريثروسايت سيديمنتيشن ريت اعرف الحاجات دي عامل تجربة اول حاجة الديفينيشن بتاع التجربة ديفينيشن خلاص واعرف البرينسيبل بتاعها برينسيبل يعني الاساس بتاعها وطبعا اعرف اي تجربة لازم اعرف على الاقل ديفينيشن والنورمال رينج خلاص والفاكتورز اللي تزود والفاكتورز اللي تقلل والسيجنيفيكانس اللي انا بعملها خلاص عشان ما حدش يجي لي يوم الامتحان او امتحان الاوسبي يقول لي المهم ان احنا نذاكره في الاي اس ار المهم الديفينيشن والبرنسبل بتاع التجربه او اساس التجربه او المبدا بنكتب ولا ما احنا نكتب انا بتكلم عشان نكتب الديفينيشن والبرنسبل خلاص والنورمال رينج بتاعها يعني الطبيعي بتاعها يبقى كام عشان انت دكتور اما حد تقول له اعمل لي الاي اس ار وراجع عليه بنتيجه الاي اس ار خلاص مفيش حاجه اسمها لازم يبقى ريفرنس رينج لا انت دكتور تبقى المفروض عارف نورمالز بتاع حتى على الاقل الحاجات اللي هي بتاع تخصصك يعني واحد مثلا شغال دكتور امراض دم يعرف ما يعرفش السي بي سي النورمال بتاع الار بي سي وكده واحد ينفع بتاع اندوكراين وما يعرفش التي اس اتش هيطلع كام والتي 3 والتي 4 والحاجات اللي هي بتاعه الاندوكراين لا طبعا على الاقل انت المفروض مطالب منك ان انت تعرف النورمال بتاع التخصص بتاعك خلاص بتاع التخصص بتاعك على الاقل تمام الحاجات اللي هي بقى الحاجات اللي هي البدائيه الحاجات اللي هي مثلا الاي اس ار السي بي سي ماشي السكر فاستنج وبروست برانديان الجلايكوليت هو الحاجات دي لازم دي حاجات بيزك لاي دكتور خلاص ما ينفعش الدكتور مش عارف الاي اس ار تطلع كام النورمال فاهمين يا شباب الاي اس ار هنعرف فيها ديفينيشن
خلاص البرنسبل بتاع التجربه اساس التجربه بعد كده ها النورمال رينج خلاص الفاكتورز اللي بتزودها والفاكتورز اللي بتقللها خلاص وبعد كده السيجنيفيكانس ليه بنعمل الاي اس ار ده طيب الاي اس ار احنا اتفقنا ان انت ده اسمها وينتر تيوب في وينتر تيوب لا مش عندهم دي اسمها ويستر جرين الانبوبه دي اسمها ايه ويستر جرين باخد من الراجل ده 2 مللي بلاد زائد نص مللي انتي كوجن عشان ما يحصلش يفضل الدم فلويدي خلاص سائل كده وما يحصلش ايه ما يحصلش اجلوتينيشن خلاص يفضل سائل لان انت بتوقفها كده ساعه لساعه ونص قصدي انا اسف ساعه وبتاخد قرايه بعد ساعه وتاخد قرايه ثانيه بعد ساعتين فاحنا هنوقف التيوب كده كام ساعتين هتاخد قرايه بعد ساعه وقرايه ثانيه بعد ايه ساعتين زي ما شفنا ان هي مقسمه او مدرجه الويستر جرين دي من زيرو زيرو بتبقى فوق ولا تحت من زيرو لغايه 200 ها القياس بالايه مليمتر وصلت 20 سنتي يعني 20 سنتي بس مش مدرجه بالسنتي مدرجه بالمليمتر خلاص وباجي اخد الدم ده وزي ما احنا عارفين زي ما شفنا اعمل وذرول امله لغايه كام الزيرو مارك ينفع فوق الزيرو مارك لا ينفع تحتيه لا تظبط على الزيرو مارك بالظبط لان هو ده مكان القرايه هو اللي هيديك قرايه خلاص طيب الدم بيبقى شكله كده يا شباب اهو هوموجينوس اهو هوموجينوس تمام بعد شويه بنلاقي ان الار بي سيز احنا عارفين شكلها كده بايكونكيف خلاص اتجمعت على بعض كده عملت حاجه اسمها رولكس او رولو والجمع بتاعها عارفين الرولو اللي هي بتاع لو حد اخته صغيره ولا حاجه الرولو ده اللي بيلفه بيه الشعر خلاص عملت الشكل ده ان الار بي سيز اتجمعت على بعض عملت كام قطعه كده عمل زي الرولو ده خلاص طيب كل شويه اهم بعد ما اتجمعوا على بعض اتجمع عمل رولو تاني تمام بعد ما عملنا المرحله دي بدا حصل لهم ايه رابت فول بدا يترصصوا بقى بدا يعمل لهم باكينج كده ما انت حاططهم خلاص حاططهم مش بتعمل لهم ديستربنس يعني حاططهم فيرتيكال خلاص بالافكت بتاع الجرافيتي وان السبيسيفيك جرافيتي يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي يعني كثافه الار بي سيز اتقل من كثافه البلازما كثافه الار بي سيز اتقل من كثافه الايه بلازما بيحصل لهم سيتل يعني كونوا شباب رولو فورميشن وبعد كده يحصل لهم ايه سيديمنتيشن يعني ايه سيديمنتيشن اترصبوا خلاص يحصل لهم رابت فول يعني انت بيحصل لك رولو فورميشن وبعد كده الار بي سي بعد ما اتجمعت على بعض وعملت رولو خلاص الرولكس دي اللي هي جمعهم خلاص يقعوا على بعض تحت يقعوا على بعض اما يقعوا على بعض يسيب مين اللي فوق بلازما برافو بلازما خلاص بعد ساعه لقيت المنظر ده كله احمر خلاص والحته دي كلير لون البلازما اصفر كده لون ترانسبيرنت واصفر خلاص لقيتها ان هي لغايه 7 مللي متر يبقى القرايه الاولى بعد ساعه كام 7 مللي متر 7 مللي متر رحت كمان شويه ساعه كمان يا دكتور ارفعها كلها بعد ساعه كمان لقيت احمر كده القرايه كام بتاعت الشباب 12 صح يبقى القرايه هتجي لك انا قلت مثلا لعبد العزيز روحي عبد العزيز اعمل لي ايه صار خلاص رجع لك قال لك الفيرست اور والسكند اور 7 ماشي 7 ايه 7 متر ولا 7 كيلو ولا 7 ايه 7 مللي متر وهنا 12 مللي متر اهو يبقى انت اللي بتقيسه انا ماليش دعوه بالتدريج ده انا بقيس من الزيرو لغايه نهايه الار بي سي لغايه بدايه الار بي سي ده انا اسف دي بتبقى لونها ايه يا شباب ده كلير بلازما كلير بلازما ترانسبيرنت خلاص ليه طيب عملت كده ليه الار بي سي نزلت ليه نزلت جرافيتي ماشي والدنسيتي دي بتتقاس بحاجه اسمها سبيسيفيك جرافيتي سبيسيفيك جرافيتي يعني الدنسيتي بتاعتي او التقل بتاعي خلاص السبيسيفيك جرافيتي مثلا لو انا في ميه عاديه وانا اتحطيت انا السبيسيفيك جرافيتي بتاعتي يحصل لي سينكينج لان انت السبيسيفيك جرافيتي او الكثافه النوعيه بتاعتي اتقل من بتاعه الميه
فيحصل لي سينكينج خلاص. فانت الار بي سي الكثافه النوعيه بتاعتها 1090 يا شباب 1090 بتاعت البلازما 1030 مين اللي اتقل ار بي سي ار بي سي فالار بي سي بتعمل رولو فورميشن رولو فورميشن وبعد كده يحصل ايه رابت فول للرولكس دول رابت فول يعني كلهم بعد ما انا عملت رولو 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 ها كل شويه اتجمعوا على بعض كده خلاص رحت ايه رحت كلهم وقعوا على بعض كده لغايه ما فضل لك شويه فيهم كلير بلازما تمام. هو ده الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت معدل تقسيم الار بي سيز. انت بتسيب معدل قد ايه المعدل بتاعك ده ولا ده مين الاكتر يعني قرايه كده وقرايه كده مين الاكتر مين الار بي سيز بتاعته الاي اس ار بتاعته اعلى ده ولا ده 12 لا بي ايه ولا بي ايه بي 12 بي طبعا بي احنا مش 12 احنا مش انا بقول لكم ده ولا ده ايوه دي هي دي الاي اس ار. انا ماليش دعوه بالكولم بتاع البلاد انا بشوف المسافه اللي اتثبت كلير بقت بلازما كتير. هو ده معدل ترسيب الار بي سيز. الار بي سيز اترسمت على بعض ونزل ثابت مسافه قد ايه كلير خلاص. لو هي نزلت على بعض جامد لو هي نزلت على بعض جامد وكده اترسمت تحت خلاص هتعمل لك ايه صار كبير. لو هي ما كانش قوي هتعمل لك ايه صار ايه صغير. طيب الار بي سيز دي يا شباب عليها بوزيتيف تشارج عليها ايه يا شباب بوزيتيف تشارجز دي نعرفها ان انت الار بي سيز عليها بوزيتيف تشارجز فهل ممكن تتجمع على بعض كده زي ما تحط كوينز على بعض تلزق على بعض؟ لا لا ليه؟ لان انت اشرحت الموجبه دي بس الله ريبالجن ها ريبالجن في تنافر يعني احطهم عندي خمسه احطهم بس ما اقدرش الخمسه احطهم كده خلاص في مسافه بين الواحده والثانيه زي ما انا راسم كده خلاص. طب احنا عارفين البلازما بروتين نيجاتيف تشارج ولا بوزيتيف تشارج؟ بلازما بروتين برافو بلازما بروتين نيجاتيف تشارج خلاص. بلازما بروتين اهي نيجاتيف يا شباب خاصه الفايبرينوجين والجلوبولين دول لان المولكيولار ويت بتاعهم كبير. فايبرينوجين وايه وجلوبولين احنا عارفين البلازما بروتين اربع انواع البيومين ها فايبرينوجين وجلوبولين وبروثرومبين بروثرومبين خلاص دول كبير. طيب فانت معنى دي ان دي نيجاتيف كل ما تزيد كل ما تعمل لك نيوتراليزيشن للشحنات الموجبه صح. كل ما يحصل نيوتراليزيشن يعني تعادل الشحنات الموجبه الشحنات الموجبه يحصل لها ايه عددها يقل اما يقل فيعملوا يترسبوا على بعض اكتر خلاص. لو حاجه خافت الشحنات الموجبه كانت بلازما بروتين كتيره جدا لغايه ما محت كل الشحنات الموجبه ها يحصل ايه يتجمعوا على بعض بالشكل ده ها ايوه يتجمعوا. ما هو لو اختفت الشحنات الموجبه مفيش شحنات عادي كانك بتحط كوينز فوق بعضها. هو اللي كان بيبعدهم عن بعض كده مين بوزيتيف تشارج. طيب لو في حاجه اللي هو البلازما بروتين دول عدلت الشحنات كل واحده شحنه موجبه اتعدلت بشحنه سالبه يبقى مفيش ايه مفيش شحنات مفيش شحنات يبقى يتجمعوا على كده. اما يتجمعوا على بعض كده بالشكل ده يا تركي كده يترسبوا احسن ولا لما كانوا بيترسبوا بينهم وبين بعض مسافات كده صح يبقى كل ما يزيد الفايبرينوجين والجلوبولين يزيد الاي اس ار ولا يقل يزيد الاي اس ار. فاهمين يا شباب؟ تاني عشان الناس اللي مش فاهمه خلاص. احنا الار بي سيز اللي عندنا احنا فاكرين ان احنا كل الخلايا بتاعتي عليها شحنات موجبه. فاكرين النيرف والمصل كنت بتقول ان انت ماينص 70 صح ماينص 70 وفي النيرفات الكبيره ماينص 100 ماينص 90 خلاص. ماينص 90 وماينص 70 يعني ماينص يعني من جوه سالب بالنسبه لبره يبقى من بره الشحنات الموجبه وبرده في الار بي سيز عليها شحنات موجبه. فهي اما بتعمل رولكس ده ما تقدرش تتجمع على بعضها زي الكوينز كده لا بينهم وبين بعض مسافات. ليه بينهم وبين بعض مسافات؟ بسبب التنافر بين الشحنات الموجبه بسبب الريبالجن. ريبالجن يعني التنافر بتاع الشحنات الموجبه. اي حاجه تزود الشحنات السالبه تزود النيجاتيف تشارجز هتقلل الشحنات هتعادل الشحنات الموجبه فيعملوا ايه يعملوا سيتلنج على بعض اكتر او يعملوا سيديمنتيشن على بعض اكتر فيزيد الاي اس ار خلاص. اما يترسبوا على بعض كده احسن من كده. اما يترسبوا على بعض كده هيسيبوا جزء كبير اهو من الكلير بلازما والكلير بلازما دي اللي هي بنقراها اللي هي الايه الاي اس ار. هي الكلير بلازما انت بتقرا البلازما الكلير ده هو الاي اس ار خلاص يا شباب.
طيب يبقى كل ما يزيد الفايبرينوجين والجلوبولين يزيد الـ ESR ولا يقل؟ يزيد. الفايبرينوجين ده بيزيد امتى يا شباب؟ بنلاقي في الستات الحوامل. خلاص؟ لو انا واكل اكل بعد الاكل الاكل ده فيه بروتين، مش البروتين بيدخل يتكسر ويتكون بلازما بروتين فايبرينوجين، يبقى انت بيزيد بعد الاكل ده نورمال. واثناء الاكسرسايز انت بتبقى عرضه ان انت يحصل لك تروما، فبنلاقي ان الفايبرينوجين فاكرين الفايبرينوجين ده اللي كان بيدخل في البلاد كلوتين، البلاد كلوتين اللي كان بيعمل فايبرين لسه ما خدتوش انتوا تمام. فايبرينوجين ده بيزيد، فبعد الاكسرسايز نلاقي ان الاس ار بيزيد. دي الحاجات الفسيولوجيكال. طب امتى يزيد باثولوجيكال؟ انا والله لو عندي تيشو ديستراكشن، مش انا التيشو ده في جزء كبير منه نسبه كبيره منه بروتين، لو حصلها ديستراكشن مش اتكسرت، هتكسر في الدم، هتطلع في الدم بروتين. البروتين ده يعادل الشحنات الموجبه اللي على الار بي سيز، يخليها تعمل سيدمنتيشن احسن وتخلي الاس ار معدل ترسيب. ما هو سيدمنتيشن ريت معدل ترسيب او الديستانس اللي هي بترسبها لايه الار بي سيز وبتسيب البلازما كلير. طيب التيشو ديستراكشن زي ايه يا شباب؟ زي واحد عنده مثلا مالينانت تيومر، امراض سرطانيه. خلاص لو واحد عنده حصل له فراكشر لعظمه كبيره، خاصه لو كانت فراكشر فيمر ولا حاجه، نعمل له الايه صار انفكشن. انفكشن ممكن تبقى اكيوت، زي مثلا فارينجايتس تونسيلايتس، وممكن تبقى كرونيك زي التي بي، اللي هو الايه السلم. خلاص اكتر حاجات والروماتويد ارثرايتس ناس والروماتيك فيفر، كل ده انفلاميشن. اي انفلاميشن خلاص او انفكشن. مش الانفكشن فاكرين الانتي بودز دي كانت عباره عن ايه يا شباب؟ اميونو جلوبولين. ده هو بروتين من الجلوبولين بتاع مناعه، فبنسميه اميونو جلوبولين. فانا لما يحصل لي انفكشن بيزيد مستوى الانتي بودز. ما الانتي بودز دي عباره عن ايه؟ عن بلازما بروتين. الانتي بودز دي عباره عن بلازما بروتين. يبقى اي حاجه تزود لك الفايبرينجن او تزود لك جلوبولين تزود الاي اس ار. طيب لو انا عندي الار بي سيز عددهم كتر زي البوليسايسيميا، انا لو عندي 10، انا اتخيل ان انا عندي 10 ار بي سيز اما اتجمعوا على بعض وصلوا للارتفاع ده. طب افرض الراجل ده عنده 11، ايمن عنده 11 او 12، هيوصلوا لنفس الارتفاع ولا ارتفاع اكتر؟ هيوصلوا لغايه هنا صح؟ الراجل ده الاي اس ار بتاعه عالي ولا اقل؟ اقل. برافو. فالناس اللي هي عندها بوليسايسيميا، يعني زيادة الار بي سيز، انا بدل ما انا كان عندي 10 لا انا عندي 20، ال 10 كانوا بيتجمعوا بيوصلوا مسافة كده فبيسيبوا ده كل ده كلير، لكن ال 20 بيوصلوا كده بيسيبوا الحتة دي بس كلير. طب اللي عنده انيميا العكس، انيميا بدل ما كانوا 10 بيوصلوا لغاية هنا بقوا 7، وصلوا لغاية هنا بس. فاهمين؟ يبقى الانيميا بتزود اللي هي الصغار. روماتويد ارثرايتس والروماتيك فيفر تزود الاي اس ار. اي تيشو ديستراكشن او انفلاميشن او انفكشن تزود الاي اس ار. والاسباب دي باثولوجيكال، في اسباب فيسيولوجيكال. النورمال بتاعي كام يا شباب؟ النورمال بتاعي الميل والفيميل. الفيميل ليه؟ لان الفيميل بيبقى عندها مستوى الفايبرينوجين ده اعلى. الفيميل مستوى الفايبرينوجين اعلى. فايبرينوجين اعلى ليه؟ لان هي عرضه كل شهر بيحصل لها ايه؟ بليدنج، بيحصل لها منسلويشن، فعايز مستوى الفايبرينوجين ده اعلى عشان يعمل لها ايه؟ بلاد كلوتنج ويوقف الدم، صح؟ برافو. فانت بتلاقي الراجل في الساعه الاولانيه والساعه الثانيه. الساعه الاولانيه 6، 6 التمييز بالايه؟ محدش يكتب لي قرايه 6 وبس، 6 ملي متر. والساعه الثانيه حوالي 10 ملي متر. الستات او الفيميلز 8 في الساعه الاولانيه و16 في الساعه الثانيه. ده النورمال، يتحفظ النورمال. خلاص يبقى القرايه الصح ينفع اقول 6 مللي بالنسبه للميل 6 مللي بالاور؟ لا ما ينفعش. ليه؟ 6 بالاور ده يعني بينزل 6 مللي كل ساعه، يعني الساعه الاولانيه 6 مللي، الساعه الثانيه تلاقيه كام؟ 12. 12 الساعه الثالثه تلاقيه 18. لو انت قلت لي كده القرايه، لا القرايه مش كده. القرايه في الفيرست اور 6 مللي، السكند اور تبقى كام؟ 10. هي دي قرايه. القرايه في الفيرست اور وتيجي كاتب كام مللي، السكند اور وتيجي كاتب
ها ينفع للدكتور تحاليل اشوف بعد الساعه الاولانيه او بعد الساعه الاولانيه وصلت لستة اروح اكتب له 6 مللي بير اور؟ لا ما يكتبش كده. طيب انت بتشوف ايه؟ طيب بالساعة الثالثة يزود ولا لا؟ يزيد بقى زيادة. لو زاد زيادة طفيفة خالص هو خلاص بعد ساعتين خلاص هم كلهم عمل. انت بتدي وقت. انا ليه بشوفها بعد ساعتين؟ عشان خلاص كل الار بي سيز عملت رولو فورميشن ده وكل الرولو فورميشن اترسبوا على بعض. خلاص انا عندي كوينز دي لميتها على بعض وجمعتها بعد ساعتين هينزل تاني؟ لا مش هينزل تاني خلاص. انت بتديهم بعد ساعتين يعني الوقت الكافي عشان يعملوا رولو فورميشن ويعمل لهم سيديمنتيشن. يحصل لهم ايه؟ سيديمنتيشن. خلاص. لكن ما ينفعش اكتب 6 مللي بير اور. ما ينفعش. ينفع اكتب فيرست اور 6 مللي والسكند اور كام؟ 10 مللي. طبعا زياده مثلا لو زادت حاجه 1 مللي او قلت حاجه مللي ما ينفعش. ما فيش حاجه. خلاص. طيب اللي انت بتقول اللي هي في الامراض اللي هي الفسيولوجيكال، حاجات الفسيولوجيكال مش الامراض، انا اسف، حاجات اللي هي الفاكتورز اللي بتزود الاي اس ار فيسيولوجيكال، فيسيولوجيكال زي الاكسرسايز والافتر ميل والبريجننسي والمنستريشن. خلاص. دي فيسيولوجيكال. فيسيولوجيكال اللي هي الفاكتورز اللي بتزود فيسيولوجيكال. وايه باثولوجيكال؟ الفاكتورز مثلا لو هي في الست في 8 الساعه الاولانيه و16 في الساعه الثانيه، هلاقيها مثلا في الساعه الاولانيه عند الفيميل 10 او 12 والساعه الثانيه وصلت ل 20، يبقى دي انكريزد. انكريزد بس انكريزد ده حاجه سلايت انكريزد. طب افرق ازاي بينها وبين الاسباب الفسيولوجيكال والباثولوجيكال؟ باثولوجيكال بقى عالي جدا. يعني لو واحد مثلا عنده مايوكارديال انفاركشن جلطه في القلب، ها ست عندها مايوكارديال الاقيها 20 نقول لها والله 20 مثلا نقول لها انت عندك مايوكارديال انفاركشن؟ لا سلايت انكريز ممكن. طب انت واكله؟ خلاص. طب في منستريشن مثلا او بريجننسي؟ خلاص. طب في مجهود اكسرسايز؟ خلاص. لكن لو لقيتها مثلا 40 50 ملم في الساعه الاولانيه وفي الساعه الثانيه مثلا 80 ملم، خلاص ده باثولوجيكال. ما ينفعش انت لما تشوف حاجه كده افرض جات لي في الاوز بكامل القرايه، القرايه 40، قول لي كوز اللي هي ممكن تخلي القرايه دي، حد يقول لي منستريشن؟ غلط. خلاص ما ينفعش. ماشي. لان ده مش زياده فيسيولوجيكال. زياده فيسيولوجيكال اقصد بيها زياده ايه؟ طفيفه. ممكن واحد واكل، ممكن واحد بيعمل اكسرسايز، ممكن ست منستريشن او بريجننسي. لكن لما تلاقي 40 و50 و60 و70 والكلام ده ما ينفعش يبقى فيسيولوجيكال. قول لي الاسباب اللي تؤدي للكيس دي. هتقول لي ايه؟ فلوميشن. مايوكارديال انفاركشن. تقول لي رومات فيفر. خلاص. تقول لي انفكشن. خلاص. تقول لي مثلا سيفير انيميا. ماشي. بس سيفير انيميا ما بتعملش كده برضه. الحاجات اللي هي اخطر حاجات يا شباب تعمل كده ماشي، بون فراكتشر لو خاصه لو هي بون كبيره. خلاص. والتي بي والمايوكارديال انفاركشن والكانسرز او المالجنت تيومر، دي اخطر حاجات تزود الاي اس ار. تلاقي الاي اس ار في عالي جدا بقى في الساعه الاولانيه 70 80 والساعه الثانيه 100 و120. خلاص يا شباب. دول الاربع حاجات دول بون فراكتشر والتي بي سول مايوكارديال انفاركشن جلطه في القلب والايه مالجنانت تيومرز او الكانسر. فاهمين يا شباب؟ طيب زي ما احنا شايفين كده الاي اس ار ده هل هو سبيسيفيك لديزيز معين؟ لا. انا عملت حاجه قلت لموسى روح اعمل لي الاي اس ار، رجع الاي اس ار بتاعه 30، اقول له والله ده انت عندك تي بي؟ لا. لا هو نون سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك لانه بيزيد في حالات كتير. فهو نون سبيسيفيك. امال يفيدني بايه يا شباب؟ يفيدني بالبروجنوزس. بروجنوز يعني ايه؟ تطور الحاله المرضيه بتاعت المريض. بروجنوز تطور المرض. يعني انا مثلا واحد شخصته ان الراجل ده خلاص الراجل ده عنده تي بي، عنده سل. خلاص. انا اي اس ار وطلبت منه تحاليل كتير وتحاليل سبيسيفيك للسل لغايه ما وصلت التشخيص. انا ما وصلت تشخيص بالاي اس ار؟ لا ما وصلتش لتشخيص بالاي اس ار لانه نون سبيسيفيك تيست. نون سبيسيفيك ايه؟ تيست. طب فايدته ايه؟ ان انت في بدايه المرض الراجل ده كان الاي اس ار بتاعه 40 في الساعه الاولانيه و60 في الساعه الثانيه. انا اعطيته علاج، قلت له بعد اسبوعين نعيد الاي اس ار تاني. خلاص؟ بعد اسبوعين انت اعطيته الدواء، لقيته ان الراجل جاي لك بالاي اس ار، لقيته في الاسبوع ده بعد الاسبوعين ما عدوا الساعه الاولانيه 30 والساعه الثانيه 50، الراجل ده اتحسن ولا لا؟ اتحسن. الحاله اتحسنت. خلاص. واحد تاني جاي لك كده 40 و60، قلت له خد العلاج ده، وبعد اسبوعين لقيته مثلا 100 والساعه الثانيه 130،
يبقى انت دكتور ايه؟ لا وصفت علاج غلط، ها دكتور مش شاطر كتب علاج سوى الحاله، وانت عرفت ان انت الحاله بيحصل لها ديتيريوريشن. ديتيريوريشن يعني ايه؟ بتسوء. خلاص طبعا الدكاتره مش شاطرين، مش انتوا طبعا شاطرين ان شاء الله، ذاكروا انتوا بس. خلاص يبقى 40 60 يبقى ده فايدته يا شباب البروجنوز بتاع المرض. بروجنوزس يعني انا عملت التحليل ده في الاول خلاص، وبعد اسبوعين اشوف ايه اللي حصل. خلاص ما انت بتشوف ايه البروجنوز بتاع الديزيز والافكت الافكتفنس الافكتفنس بتاع الدراج بتاع اليوزد دراج اليوزد دراج اللي انت وصفته. خلاص يا شباب يبقى ده بروجنوستيك نوت دايجنوستيك تيست. يبقى السيجنيفيكانس بتاعه ايه يا شباب؟ بروجنوستيك نوت دايجنوستيك. خلاص يعني ايه بروجنوستيك؟ يعني اللي يشوف البروجنوز بشوف بيه متابعه المرض، نوت ايه دايجنوستيك. ليه مش نوت دايجنوستيك؟ لا ما سبيسيفيك بيزيد في مئات الامراض، بيزيد في مئات الامراض، وفي حاجات بتقلله. اه ايه اللي بتقلله؟ قلنا سبب من هنا اللي هو ايه؟ بوليسيسيميا. برافو. يزود يقلل الاي اس ار، الاي اس ار عشان نربطها هي كلير بلازما، عشان ما حدش يتلخبط، ما حدش كتير يتلخبط ان الاي اس ار دي هي دي ولا دي، لا هي الاي اس ار الكلير بلازما، المسافه اللي انت بتسيبها كلير من البلازما من صفر الى المسافه اللي انت بتسيبها من الكلير من البلازما هي دي الاي اس ار. خلاص اما المسافه تقل اهي، المسافه قلت يبقى الاي اس ار حصل لها ايه؟ قلت. خلاص اما المسافه تزيد ها يبقى الاي اس ار ايه؟ زاد. ايه الحاجات اللي بتقلل الاي اس ار؟ يعني ايه اللي تقللها؟ يعني ترفع المستوى، تخلي الحته الكبير صغيره. اول حاجه بولي سيسيميا ها، وكان مين؟ فايبرينوجين. لو الراجل ده عنده ا فايبرينوجينيميا يعني ما فيهوش فايبرين بسبب خلل ما بيتصنعش فايبرين، دي اسمها ا فايبرينوجينيميا. او في كتب كاتباها هايبو ها، هو اللي كان بيزود الاي اس ار فايبرينوجين، فايبرينوجين مش موجود هايبو فايبرين، يبقى ده بيرفع الاي اس ار. فاهمين يا شباب؟ طيب لو الار بي سيز الشكل بتاعها بدل ما هي، انا قلت لكم في اول محاضره ان هي بيبقى شكلها بايكون كيف كده، فكانت بتتجمع على بعض تدي ارتفاع. طب هي لو شكلها اسفيرو اسفيريكال كده ها تحصل لها سيديمنتيشن، بس تاخد مسافه اكبر، يبقى انت الاي اس ار اللي هتسيبه اقل ولا اكتر؟ اقل. برافو. اسفيروسايتوزس. يبقى دي حالات بتسبب ها نقص الاي اس ار. ثلاث حالات مهمين اللي هم مين؟ بوليسايسيميا والاسفيروسايتوزس، يعني العدد يزيد او العدد سليم بس الحجم زاد ها بقت كبيره كده، فلما اتجمعت على بعض خدت مسافه اكبر فسابت حته صغيره كلير. الكلير دي اللي هي اي اس ار، هايبو فايبرينوجينيميا او ا فايبرينوجينيميا. خلاص يا شباب؟ ايش الفرق بين هايبو او هايبو؟ يعني قليل، ا يعني مفيش. خلاص. طيب حد يقول لي الديفينيشن ايه؟ الديفينيشن ها ذا ديستانس سيديمنتد باي ار بي سيز، المسافه اللي اترسمت باي ار بي سيز وسبت ايه كلير، ايه يا شباب؟ كلير بلازما. بلازما. خلاص بعد الساعه الاولانيه والساعه الايه ثانيه بشوف القرايه بعد الساعه واسجل، شوف بعد الساعه الثانيه واسجل. ده الديفينيشن ديستانس ها سيديمنتد باي ار بي سيز. بس لازم يا شباب الكولم بتاعنا ده لازم يبقى فيرتيكال ولا ينفع يبقى كده هوريزونتال؟ لا فيرتيكال لازم يبقى فيرتيكال. طب ينفع انا كل شويه ها ايه الاخبار واجي ماسكه قلبه كده وارجعه؟ لا ينفع، مش هينفع طبعا، لازم يبقى فيرتيكال. وان انت تكيب ات ايه اندستربت الساعتين، لمده الساعتين ده ما ينفعش ان انا احركه كل شويه ايه الاخبار يا شباب ها ايه الاخبار بحطه، لا كده مش هينفع. تبعد تبدا من اول وجديد ساعتين. خلاص فايده الانتي كوجولانت ها ان هو بيمنع التقلب. تمام يا شباب ده الديفينيشن. تاني حاجه البرنسبل ليه هي بتترسب كده؟ لان هي بتكون بالافكت بتاع الجرافيتي، وان السبيسيفيك جرافيتي بتاعت مين؟ الار بي سيز اعلى من السبيسيفيك جرافيتي بتاعت البلازما، فبتترسب لتحت وبتكون رولو فورميشن. وبعد كده الرولو دول بيحصل لهم ايه؟ رابيد فول. بعد ما كل شويه رولو اهو كلهم حصل لهم رابيد فول، وقعوا على بعض كده لغايه ما سابوا لك مسافه ايه يا شباب؟ كلير. كلير دي هي الاي اس ار. طيب الامبورتنس السيجنفكنس، الامبورتنس هو السيجنفكنس، ايه فايده الاي اس ار ده؟ بروجنوستيك نوت ايه؟ دايجنوستيك تيست. ليه؟ بيبقى زايد في مئات الامراض والحاجات الفسيولوجيكال كمان. طب ايه الفاكتورز اللي بتزود الاي اس ار؟ في فسيولوجيكال فسيولوجيكال برافو، افضل ميل خلاص، والمنستريشن والبريكسيز خلاص، والايه والاكسرسايز. الباثولوجيكال فايبرينوجينيميا
تي بي انفيكشن او تيشو ديستراكشن تي بي انفيكشن 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 ليه التيشو ديستراكشن وهم دول الاسباب الاساسيه. طيب فايبرينوجين بيزيد جلوبولين بيزيد في حاله الانفيكشن بيزيد الانتي بودي اللي هي اميونوجلوبولين خلاص يزيد في اي انفيكشن يزيد في اي انفلاميشن يزيد في الروماتويد ارثرايتس والروماتيك فيفر يزيد خلاص يا شباب بون انفارك بون فراكشر يزيد كل دي الحالات اللي بتزود. طيب يفرق منين الفسيولوجيكال عن الباثولوجيكال؟ انه زياده تكون كبيره زياده كبيره خلاص. النورمال رينج طبعا انا بعرفه ان انت المين فيرست اور 6 والفيرست سكند اور كام 10 في مين 8 فيرست اور 16 لازم مليمتر لازم تكتب لي مليمتر مش هيكتب التمييز ما انت ما تكتبليش 6 6 ايه 6 كيلو ولا 6 متر ولا 6 ملي ولا 6 ايه خلاص. اي تمييز كده في الدنيا لازم يتكتب التمييز بتاعه خلاص يا شباب. طيب دكتور ثانيه واحده الفاكتورز اللي بتقلل الاي اس ار بوليسايسيميا ما بوليسايسيميا ده زياده العدد او زياده الحجم بتاع الار بي سيز سفيروسايتوزس برافو والدلتا او هايبوفايبرينوجينيم كده خلصنا معظم الاي اس ار. هاي بالاختبار زي كذا مثلا بلازما ونقيس ونعطي البرنسبل لا انت مش انت في بتقيس في الاوز بحاجه لا هيجيني مثلا هيجيني مثلا مثلا اهو انبوب زي هذا يعني مثلا هيجينا صوره مي واضحه لا ان شاء الله مش هيجي لكم صوره واضحه نعم ايه وهكذا لغايه 200 مدرجه لغايه ايه 200 اللي الصار ده كام 40 40 مليمتر اللي الصار ده ايه 40 مليمتر النورمال كام 100 هنقول ان هو مثلا علي خلاص يبقى في ميل ميل فاطمه مثلا فاطمه في ميل خلاص وخلاص انا قلت لك اسمه مثلا عمل ايه الصار ودي نتيجه خلاص ماليش دعوه بالفيرست اور ولا السكند اور هي طالعه كام قدامنا 40 انا ما قلتلكش صورتين لو انا جبت لك صوره دي بتاعه الساعه الاولانيه ودي بتاعه الساعه الثانيه قول لي دي بتاعه الساعه الاولانيه ودي بتاعه الساعه الثانيه لكن انا جايب لك انبوبه اهي وقلت لك قول لي القرايه بتاعتها 40 ملم دي نورمال لا ولا ساعه اولانيه ولا ساعه ثانيه ولا اي حاجه الساعه الاولانيه العالي عالي احنا اسمه 6 والثانيه 10 دي وصلت 40 ينفع تبقى 40 لا ايه الكومنت بتاعك عليها الكومنت ده يعني تقول لي هي نورمال ولا زياده ولا ناقص ما قلتلكش امراض ماشي كومنت عليها كومنت على النتيجه في اي حاجه كومنت الناس نامت والناس يعني قربت تصحى ها شباب معانا كومنت خلاص احنا قربنا خمس دقايق كومنت يعني تقول لي هي نورمال ولا زايده ولا ايه ناقص ناقص قول لي 3 كوزز كان كوز ذس كونديشن بس حد يقول لي فيسيولوجيكال لا ولا واحده فيهم صح خلاص هتقول لي بقى تي بي هتقول لي مثلا ميوكاردال انفاركشن خلاص هتقول لي مثلا سيفير انيميا نعم سيفير انيميا في الاخر مالجنس. ما تخليش العلامه ما بتبقاش عالي كده برضه مالجنس مالجنسي برافو خلاص اكتر حاجات تزود زي ما احنا قلنا تي بي فراكشر تي بي مالجنسي خلاص والميوكاردال انفاركشن خلاص دول تبدا لي بيهم خلاص الراجل ده خد الدرجه النهائيه خلاص مثلا لا برنسبل يعني تبقى عارفه كده لو حصل لي رول اوف اوبيشن والافكتيف جرافيتي كلام سهل يعني خلاص لو انا مثلا لو انا ممكن يجي لي صيغه ثاني ماشي اقول لك الديفينيشن بتاعها قول لي الديفينيشن خلاص ممكن اجيب لك واحد مثلا ان ده عالي عالي وبعد الساعه الاولانيه نعم كيف بتجيب الاختبارات اكثر عينه باثولوجيكال؟ يعني زي ما هو زي ده هو ما اللي خدناه دي باثولوجيكال. انا اقول لك عالي ودي كانت القرايه بتاعته بعد الايه؟ بعد الساعه الاولانيه مثلا. القرايه بتاعته كام؟ 6 ملم. ها؟ ايه الكومنت بتاعك عليها؟ نورمال. ايه السيجنفكانس بتاع الاي اس ار؟ بروجنوستيك نون دايجنوستيك تيست ايه الفاكتورز اللي ممكن تزوده قول لي ثلاثه فاكتورز تزوده ثلاثه فاكتورز تزوده فيسيولوجيكال او باثولوجيكال خلاص ثلاثه فاكتورز تقلله بوليسايسيميا ماشي تمام في اي مشاكل كده؟ لا طيب هنخش بقى على التجربه الثانيه
اللي هي الايه؟ بلاد جروب. طبعا بلاد جروب احنا قسمنا بلاد جروبز حسب الانتيجين، الانتيجين الموجوده على السيرفيس. في اي بي او سيستم وفي ار اتش سيستم. اي بي او سيستم وار اتش سيستم، قال لك ان انت في على الممبرين بتاع الخليه بتاعتي بلاد بروتين في اكتر من 30 انتيجين، اكتر من 30 انتيجين. اكتر انتيجينز بتبقى انتيجينيك يعني ممكن تعمل اميون ريسبونس هي بتاعت الاي بي او سيستم والار اتش. اي بي او سيستم والار اتش اللي عنده ايه سيل الدم ايه الانتيجين ايه بي انتيجين بي اي بي ايو انتيجين اي وبي او ما فيش. عشان عبد الله الاو دول بيبقى الانتيجين اه هو انتيجين او موجود بس ويك انتيجين، ويك انتيجين لدرجه ان احنا بنعتبره ايه مش موجود خلاص. طب الانتي او انتي بادز الاجسام المضاده اللي ضد الاو بتبقى ضعيفه برضو لدرجه ان احنا بنعتبرها ايه مش موجوده خلاص، بسبب ان انت تعرضت الانتيجين انا فصيله الدم ايه تعرضت الانتيجين شبه الانتيجين ايه وشبه الانتيجين بي during the early neonatal life يعني وانا لسه مولود ممكن يكون في لبنة ام انا تعرضت الانتيجين زي ما قلنا المره اللي فاتت شبه ايه وشبه بي لسه موجوده ايه انا فصيله دمي ايه انا عارف ايه بس مش عارف بي اكون له ايه انتي بي خلاص. ده عارف بي بس مش عارف ايه اكون ايه انتي الاي بي في بلازما حاجه كده لا مفيش في البلازما حاجه. طب اللي فصيله دم او ولا عارف ده ولا عارف ده يبقى ايه انتي ايه وانتي بي. طيب الترانسفيوجن طبعا يا شباب احنا بنعتمد على مين الانتيجين بتاع الار بي سي بتاع الدونر ها والانتي بادز البلازما البلازما بتاع الايه العكس برضو لا لا ليه لان هو بيحصل له دايلوشن ما بنبصش للانتيجين بتاع الريسبتور والريسيبيانت والانتي بادز بتاع الايه بتاع الدونر لان هو ده كيس صغير حتى لو فيه اجسام مضاده هيحصل لها دايلوشن في الايه في السيركيليشن كلها خلاص. بعرف ازاي فصيله الدم بجيب سلايد زي دي وبجيب الكحول سواب خلاص بعمل كده وبعد كده بعمل بريكنج من اللانسيت بشك من اللانسيت خلاص. طبعا احنا هنا بالماركر ده ماشي عشان ما ننساش هتكتب ايه وتكتب بي وتكتب ايه دي دي او تكتب انتي ايه مش مشكله ما انا عارف ان ده انتي ايه انا بس عشان ايه بميز انا واللي حطيت انتي ايه حطيت ايه او كتبت انتي ايه مش اشكال بس طبعا ما فيش مكان فاكتب ايه وبي وسي خلاص. بحط نقطه هنا وهنا وهنا وبعد كده انا عارف اللون ده انتي ايه الازرق ده لون مميز عشان حتى لو الورقه دي مش موجوده انا عارف الازرق انتي ايه والده الاصفر انتي مين وده انتي ايه انتي دي خلاص. طيب انا انتي ايه عمل اجلوتينيشن مع الايه يبقى الراجل ده فصيله دمه ايه ما هو انت حطيت نقطه انتي ايه لقيت على الممبرين انتيجين ايه فراحت عامله اجلوتينيشن راحت عامله ايه اجلوتينيشن اهو احنا عارفين ان انت النوع بتاعها بيبقى اي جي يا شباب اي جي جي ولا اي جي ام اي جي جي اي جي جي ده بتاع الار اتش خلاص اي جي ام اللي هو الكبير ده اهو ليه الار اهو عارفين الشكل كده ايه سالوا شباب ان بنت ملك وعمل مسك فيه ار بي سي كده عمل كلامبين فتلاقي ان هي شبه الايه شبه البيبر ريد بيبر اللي هي الفلفل الاحمر الشطه خلاص ده معنى الاجلوتينيشن خلاص او ساندي 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 ابيرنس شبه الايه شبه الرمله حبيبات الرمله. طب اللي الاقيه هوموجينس الاقي نقطه الدم هوموجينس يعني ايه هوموجينس هوموجينس متجانس لون احمر متجانس يبقى حصل اجلوتينيشن لا ما حصلش اجلوتينيشن. طيب افرض حصل اجلوتينيشن في اي وبي الراجل ده فصيله دمه ايه اي بي اي بي ها لو حصل اجلوتينيشن مع الدي يبقى بوزيتيف لو ما حصلش اجلوتينيشن نيجاتيف اللي هيحصل معاه بقى اجلوتينيشن يعني انا حطيت انتي ايه وحصل معاه اجلوتينيشن يبقى الراجل ده فصيله دمه ايه ايه حطيت انتي بي وعمل معاه اجلوتينيشن لقيت على الممبرين بي بي عمل اجلوتينيشن مع الاثنين اي بي ما عملش اجلوتينيشن مع الاثنين او في حاجه مشاكل يا شباب. طيب احنا هنيجي بقى اما نيجي نذاكر البريدكشن بتاع الار بي سيز ها ذاكرت المحاضره بتاعت الايه اللي هي كانت كلها رسومات دي وكانت سهله لان انت هيقول لي مثلا قول لي الفصيله بتاعت الراجل ده ايه مثلا ايه خلاص الراجل ده ينفع يدي لمين فصائل ثانيه ينفع يدي الايه ومين اليونيفرسال ريسيبيانت اي بي ينفع ياخد من مين اه كويس
نعم الثقب الأصبي كيف تجيني حق الدم هذه؟ ما بقوله مش أنا لسه بقول هتيجي صورة هتيجي صورة أوريكم دلوقتي ما احنا بنتكلم بس احنا كده خلصنا اطفوا النور يا شباب وليه النور قوي كده؟ طيب definition distance sedimented by RBCs in a blood column blood column مدمن الدم وين كبت ايه لازم يبقى ايه؟ vertical ماشي undisturbed كمان undisturbed يعني ما حصلوش ايه؟ حركة يعني disturbance يعني انت ما حركتوش الدم متصفى خالص ما فيش في كيس يا شباب؟ كيس كان رميتوه؟ معايا يا دكتور لا مش هتنفع تحط فيها يعني المنديل ده عشان عبني ايه عادي الكوبايه دي موسى تمام اهو وين فريش بلاد بلاد فريش يعني وذ درون او درون بلاد ميكسد وذ انتي كوجلانت ممكن تبقى اديتا وممكن تبقى صوديوم سيترات اديتا احنا عارفين في السنه اللي فاتت وانا اخدها ليوستيز عشان يحصل كوجليشن انا كنت محتاج ايونايزد كالسيوم ايونايزد كالسيوم ايونايزد ايه كالسيوم على كل الاسهم كنا بنحط كالسيوم شرحت لكم دي خلاص الايديتا بيعمل ايه للكالسيوم بيعمل لها كليتنج كليتنج يعني يمسكها ما يخليهاش تعمل اكشن بتاعها خلاص يبقى يمسكها كانها مش موجوده الصوديوم سيترات بيعمل ايه بيعمل بريسيبتيشن للكالسيوم بيرسب الكالسيوم ما يعرفش يخليها تشتغل برضه فما يحصلش كوجوليشن البرنسيبل بيترسبوا ليه الافكت بتاع جرافيتي والسبيسيفيك جرافيتي بتاعه الار بي سيز اعلى من السبيسيفيك جرافيتي بتاعه البلازما خلاص والرولكس فورميشن وبعد ما يكون رولكس فورميشن بيحصل لهم ايه سيديمنتيشن برافو بيحصل لهم ايه سيديمنتيشن ليه ار بي سي بتاعتي ما بيحصلهاش سيديمنتيشن في السيركيليشن بتاعتي عشان البلاد فلو صح انت دي انت ليه خليتها فيرتيكال وخليتها اندر سيربل عشان هي حركه مستمره في السيركيليشن مش هيحصل لها ايه سيديمنتيشن مش هتتلصق معايا شباب فاكتورز اللي افكتنج ليه صار العاملين المهمين بروتين كومبوزيشن اوف بلازما بلازما بروتين يعني سبيشالي مين يا شباب فايبرينوجين وجلوبولين اي حاجه تزود الفايبرينوجين والجلوبولين تزود النيجاتيف تشارج خلاص تعادل شحنات اكتر من البوزيتيف تشارجز اللي موجوده على الار بي سيز تخلي السيدمنتيشن بتاعهم اعلى تسيب حته اكبر من الايه من الايسار خلاص من الكلير بلازما اي حاجه تزود الفايبرينوجين والجلوبولين تزود الايسار اي حاجه تزودهم تزود الايسار اهو مور باكينج مور باكينج اما يزيدوا نعمل نيوتراليزيشن للبوزيتيف تشارج نيوتراليز البوزيتيف تشارج على السيرفيس ممبرين بتاع الار بي سيز مور باكينج الار بي سيز مور رولكس فورميشن يزيد الايسار الايسار اللي هو كلير بلازما الايسار هو كلير بلازما البلازما بروتين بتزيد في الانفلاميشن والتيشو ديستراكشن والانفكشن الحاجات اللي قلناها الار بي سيز كاونت او الار بي سيز كاونت زادت هتتجمع في مسافه اكبر تسيب الايسار قليل خلاص والعكس صحيح لو هي قليلين يترسبوا في حته صغيره ويسيبوا اللي فوقيها ده كله ده ايه كلير ده البوليسايسيميا والانيميا الماتيريال ويستر جرين سيديمنتيشن ريد تيوب مدرجه لغايه كام من زيرو لكام 200 من التوب للبوتوم زيرو وانت نازل واحنا بنشوف الارقام اللي زيرو ملناش دعوه بال200 خالص خلاص بنضيف صوديوم سيترات بيبقى تركيزه 3.8 او ايديتا 1% انتي كوجلانت الصوديوم سيترات ده بيرسب الكالسيوم الايديتا بتعمل كلييتنج للكالسيوم تعمل كلييتنج يعني بتمسك الكالسيوم وما تخلوش يشتغل سترايل سيرين وكوتون سواب والكحول 70% عشان نعمل استرايلايزيشن بروسيدور طبعا احنا شفناها فما يعني بروسيدور 2 مللي بلاد واحطهم على نص مللي صوديوم سيترات او نص مللي ايديتا 1% ها صوديوم سيترات دي هتعمل ايه للكالسيوم ريسيبتيشن والايديتا تعمل ايه كليشن كليشن يعني تمسكها خلاص ماشي درو ذا بلاد اب تو انتو ويستر جرين تيوب لغايه اني لغايه علامه الزيرو لازم الزيرو ما انت لو كانت اعلى او اكتر تبقى القرايه مش مظبوطه خلاص اما تبقى القرايه من الاول زايده 2 مللي او ناقصه 2 مللي لا مش مظبوطه خلاص وبعد كده بتخليه فيرتيكال واند ستيربت كولم خلاص وبعد كده ريكورد ذا سيدمنتيشن ريت ماشي فين فيرست اور كام مللي والسكند اور كام مللي ما ينفعش طبعا نكتب كام مللي بالاور 6 مللي بالاور لا ما ينفعش انت بتشوف القرايه دي الحديثه دي احنا عندنا اللي هو النوع بتاعنا ده اللي احنا شفناه خلاص
ده وينتر تروب دي فيرست اور 6 ميل و10 في الفيميل اعلى شويه 8 ليه في الفيميل اعلى عشان مستوى الفايبرينوجين اعلى فايبرينوجين اعلى مستوى الفايبرينوجين اعلى السيجنيفيكانس سبيسيفيك نون سبيسيفيك تيست ليه لانه هو انكريزد في ميني ديزيز بروجنوستيك نوت ايه فايدته ان هو ايه بروجنوستيك نوت ديجنوست ايه فايدته ان هو يعني بيعمل لك ايه بروجنوسيس للديزيز والفالويشن بتاع الايفكت بتاع الايه طبعا خلاص شباب فاكتورز ها كلام مكرر فاكتورز انكريزنج الاي اس ار فيسيولوجيكال وايه وباثولوجيكال لا خلاص فاكتورز ديكريزنج والايسايسيميا فايبرينوجين او هايبو فايبرينوجينيميا وايه والسيروسايتوزيس خلاص شباب في حاجه في الاي اس ار سهله طبعا والدرجه بتاعتها مضمونه والدرجه بتاعت دي برضه مضمونه لان هي مبنيه على محاضره سهله جدا بتاعت الايه طبعا احنا بنقول many conditions require transfusion for blood في حاجات كتير بتحتاج نقل دم ينفع ان انا انقل الدم كده indiscriminately يعني من غير ما اميز الفصيله اي حد لاي حد لا لانه هيحصل ايه agglutination قال لك في 30 انتجين موجوده على الار بي سي خلاص اهمهم بتاع الاي بي او سيستم والار اتش سيستم خلاص الانتجين ليه اسم تاني اسمه اجلوتين وايه جي والانتي بودي ليه اسم تاني اسمه ايه اجلوتينين لو مسك الاجلوتينين جي في الاجلوتينين بتاعه يعمل اجلوتينيشن مثلا انت الراجل ده حطيت له انتي ايه لو مسك في ايه لا ايه يبقى الراجل ده فصيله دمه ايه لو حطيت له انتي بي ومسك فيها ها بي. يبقى بي لو مسك في الاثنين اي بي اي بي لو ما مسكش في حاجه ملهاش ولا الانتيجين ايه ولا الانتيجين بي طيب اي بي سيستم زي ما احنا عارفين اي وبي او خلاص الاو انتيجين كاتبها عشان عبد الله اللي نام وهو قرب يصحى الاو انتيجين ده فيري ويك فيري ايه فيري ويك يعني والانتي بودز بتاعته فيري ويك فاحنا بنعتبره مش موجودين خلاص ابيرسون هاف او تايب هافينج بنعتبره ريجاردنج الانتيجين يعني بنعتبره ان هو انتيجين خلاص الاي والبي هما اللي لهم سترونج انتيجينستي ليهم انتيجين انتيجين يعني تقدر تنديوس اميون ريسبونس قوي لكن انتيجين هو ده زيه زي عدم خلاص فاحنا بنعتبره كانه مش ايه كانه مش موجود اهو الانتيجين ايه البلازما فيها انتي بي الانتيجين المختلف ده بي نلاقي البلازما انتي ايه هنا اي بي البلازما ما فيهاش حاجه ها هنا ما فيش حاجه نلاقي البلازما ها ده انتي اهو انتي بي اللي شكله ده والانتي اللي هو شكله ده مختلف خلاص شباب يبقى دي توزيع الانتيجين والايه والانتي بودز اللي موجوده فين في البلازما طيب الار اتش زي ما احنا قلنا 85% عندنا ار اتش بوز يعني 85% مننا هيعملوا اجلوتينيشن مع الانتي دي هيعملوا اجلوتينيشن مع الانتي دي و15% بس هم اللي ايه اللي نيجاتيف نورمالي في انتي دي انتي بودز سواء انا بوزيتيف او نيجاتيف النورمال انا بتكلم عن نورمال انا بوزيتيف او نيجاتيف ما عنديش انتي دي انتي بودز ده زي الاي بي او سيستم لا الاي بي او سيستم عندك خلاص لكن الار اتش سواء انا بوزيتيف او نيجاتيف ها ما عنديش امال ايه الفرق ان الفرق بقى ان الناس اللي نيجاتيف ممكن تكون انتي بودز ممكن تكون انتي بودز اللي بوزيتيف ممكن يكون انتي بودز لا استحاله مفيش خوف عليه الخوف على اللي مين نيجاتيف ان هو لو تعرض لار اتش بوزيتيف ويتعرف على الانتيجين خلاص ويبدا يكون انتي بودز خلاص هو ده الخوف عشان كده ممكن يدي للرسوس فيتاليس لو هي ست في ميل ونيجاتيف وجوزها ايه بوزيتيف خلاص وكمان بنحرص ان احنا من الناس النيجاتيف عرفت مثلا ان عبد الله نيجاتيف على طول لازم اديله ايه نيجاتيف ار اتش خلاص لان انت ما تعملوش سنسيتايزيشن يعني ما تعرفش الاميون سيستم بتاعه على الدي انتيجين الماتيريال الكحول سواب سترايل لانسيت لازم لانسيت سترايل لسه فاتحها جلاس سلايد دي انتي اي وانتي بي وانتي دي جلاس ماركينج مان علم اي وبي وسي مايكروسكوب عشان انا لو شكيت ان في حاجه اجلوتينيشن بروسيدور طبعا هكتب A و B و C زي ما احنا قلنا واعمل استرلايزيشن وبعد كده سيب صباعي ينشف بعد كده اعمل ثلاث نقط واحط عليها انتي A وانتي B وانتي D واعمل لهم ايه؟ ميكسينج بتوس بيك اللي هي بالخله بتاعت السنان دي واسيبها
من 2 ل 3 دقايق الاقي انه حصل فيها اجلوتيشن شبه الريد بيبر جرينز، شبه الشطه الحمراء كده اللي هي الشطه المقطعه كده خلاص، او ساندي ابيرانس، ساندي ابيرانس شبه حبات الايه الرمل اهي، شايفين دي الشباب فيها فيها اجلوتيشن، فيها اجلوتيشن، دي فيها اجلوتيشن. لا لا اللي فيه موجنس. لا لا ما هو كده ولا محببه ايه محببه ها، وهنا برضه خلاص عامل رياكشن مع الثلاثه، عامل رياكشن مع الثلاثه يبقى الراجل ده في صفر ايه اي بي انتيجين اي وانتيجين بي وانتيجين دي اي بي بوزيتيف خلاص. هتجي لي واحده زي كده في الامتحان خلاص، اثنين مثلا دي هوموجينس ودي هوموجينس ودي فيها اجليتينيشن، الراجل ده فصيلته ايه او بوزيتيف خلاص، او بوزيتيف ده يقدر يدي لمين يونيفرسال دور، لمين لكل البوزيتيف، ينفع يدي النيجاتيف؟ لا لا ما ينفعش يدي البوزيتيف. مين مين الفصائل اه كان يدي كان دونيت، دونيت يعني يتبرى، الار اتش بوزيتيف ولا ار اتش نيجاتيف؟ هتكتب لي اونلي ار اتش بوزيتيف. ليه؟ عشان ما يعملش سنسيتايزيشن للار اتش النيجاتيف خلاص. يبقى المحاضره دي زي ما احنا شايفينها انت مش هتتسال ولا في البروسيدور ولا في الماتيريال، يبقى مفيش حاجه تتسال عليها ان انت تميز فصيله الدم، واسالك بقى من الايه من المحاضره خلاص. شباب اهي شايفين اللون الهوموجينوس الجميل ده مع بعضه، ده يبقى ايه نوع جلوتينيشن نيجاتيف، يعني الانتيجين مش موجود. لقينا الشكل ده يبقى الانتيجين موجود، سواء بقى انت حطيت انتي ايه يبقى ايه، حطيت انتي بي يبقى بي، حطيت انتي دي يبقى ار اتش ايه بوزيتيف اهو. الاجلوتينيشن بيبان بالشكل ده، وهنا ده الهوموجينوس كلر ده اللي هو نو اجلوتينيشن، نو اجلوتينيشن ادي الاجلوتينيشن، وهنا نو اجلوتينيشن. واحد فصلته A بوزيتيف هيعمل اجلوتينيشن مع الانتي A، والبوزيتيف هيعمل اجلوتينيشن مع الانتي دي، دي بي هيعمل اجلوتينيشن. لا لا اسهل من الجدول ده اللي ايه السلايد دي اهي اهو. بص يا شباب هيجي لك دي في الامتحان، انتي A وانتي B وانتي D، فصيله الدم الراجل ده ايه A بوزيتيف، A بوزيتيف اه، ممكن يدي لمين وممكن ما يديش لمين. طب بالنسبه للار اتش يدي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يدي ار اتش بس بوزيتيف خلاص، ليه ما يديش ار اتش نيجاتيف؟ عشان ما يحصلش ايه سنسيتايزيشن، والراجل ده يبدا يكون انتي دي انتي بادز وتعمل له مشاكل لو اتنقل له دم تاني خلاص. اهو بي بوزيتيف، بي بوزيتيف، ايه بي بوزيتيف خلاص. هنا ما عملش اجلوتينيشن مع حد وعمل اجلوتينيشن او بوزيتيف خلاص. هنا ايه مش حاجه تاني، ايه بس نيجاتيف خلاص، بي وهنا نيجاتيف، A B نيجاتيف ها O نيجاتيف، مفيش أي حاجة ما عملش رياكشن معاه ولا حاجة. هذا يعطي مين دكتور؟ دي وزاد، وزاد يدي مين؟ يونيفرسال دونر بس البوزيتيف، بوزيتيف بوزيتيف ار اتش بوزيتيف خلاص. النيجاتيف يعطي كله يا يونيفرسال، يونيفرسال دونر يونيفرسال دونر ار اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كله كله خلاص، مفيش أي انتيجين، ما فيش اي انتيجين ولا هيحصل سنسيتايزيشن لاي حاجه يدي الار اتش. يا شباب احنا قلنا الناس البوزيتيف هي